الحيضة. لا نهزم ومنا عطاء الدم كما نخلة الصليب رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر. نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر. تصرفوا شهداء سجداء غرباء والله لا نهزم. كلا أمريكا استنكار وتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني باتجاه أخوتنا في غزة الصامدة. هذا التجاوزات التي فاقت حدود الإجرام والإبادة وجرائم الحرب والتنكيل والتهجير القسري لغزة وهدم البيوت على أهلها يتطلب منا كعرب وكمسلمين وكأخوة وأشقاء لفلسطين أن نقف أقل ما يمكن هذه الوقفة الاستنكارية، وندعو الجميع من الكوادر أو المنظمات المجتمعية والدينية والسياسية أن تتخذ موقف، وهو على الحد الأدنى من المواقف الوطنية والقومية التي يجب أن نتخذها اتجاه أخوتنا في فلسطين، وأن نطالب في شتى المجالات سواء مجالات المنصات الاجتماعية أو المنظمات الدولية أو القنوات الإعلامية أن يصل صوت الاستنكار من أبناء ميسان وأبناء العراق اتجاه ما يحصل في أرض غزة، ونطالب ونشيد بمواقف الحكومة العراقية في اتخاذ المواقف المنددة لهذا العدوان، ونطالب باسمنا وبالحد الأدنى أن نطالب جميع الدول العربية والإسلامية على الأقل العمل إلى إيقاف العدوان وفتح ممر للمساعدات وإيقاف هذا العدوان الظالم. وفي نهاية هذا الموقف أشكر القيادات الجامعية في كلية الهندسة والكادر التدريسي والموظفين وأبنائنا الطلبة على هذا الموقف الوطني والإنساني والذي يسجل لهم، وشكرا جزيلا لكم. وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري.